بسم الله الرحمن الرحيم، تكمل التمرين 6-1 رياضيات الصف الخامس العلمي، ووصلنا إلى التمرين رقم 2. نبحث باستمرارية وقابلية الاشتقاق لكل من الدوال الآتية. إذن أكو عندي 2 مطاليب في كل سؤال: استمرارية وقابلية الاشتقاق، لكن أيضا نأخذ بنظر الاعتبار العلاقة بين الاستمرارية وقابلية الاشتقاق مثل ما هسه راح نشوف بالتمرين. إذا نبحث أولا نبحث الاستمرارية عند النقطة اللي منطيها بالسؤال، فرع ألف أف أو إكس تساوي دالة مجزأة أف أو إكس يساوي إكس تربيع زائد 1 بالجزء الأيسر، والجزء الأيمن هي 7 - إكس، الأيسر والأيمن بالنسبة إلى شنو؟ إلى الاثنين. الاثنين هي اللي تحدد، هي اللي المنطقة اللي تكون عندها الدالة مجزأة. زين، بالنسبة للاستمرارية، هنا موضوع الاستمرارية بعنا موضوع الاستمرارية، وهو عندي 3 شروط يجب تحقيقها حتى تكون الدالة مستمرة. طبعا الشرط الأول هو يجب أن تكون اف اوف 2 موجودة. نشوف هل أن اف اوف 2 موجودة، وطبعا احنا نعرف أنه نعوض بالجزء اللي بيه الثنين. الثنين شلون نعرف بالجزء اللي هذا يساوي؟ اكو هنا اكس اقل او يساوي، يعني الثنين موجودة بهذا الجزء، اذا اعوض بهذا الجزء فراح يكون 2 تربيع زائد 1، 2 تربيع 4 زائد 1 راح يصير 5، والخمسة هي عدد ينتمي الى ار. اذا الشرط الاول متحقق. وننتقل الى الشرط الثاني اللي هو شرط الغاية، وبما أنه الدالة مجزأة مثل ما جاي نشوف، فيجب أن يكون شرط الغاية من اليمين ومن اليسار. وكيف نبدأ من اليمين أو اليسار؟ نبدأ من اليسار. f of x limit f of x عندما x تقترب من 2 من جهة اليسار، وهذا الجزء هو راح يكون، ومثل ما جاي نشوف لا بأس بالتعويض المباشر. إذا نعوض تعويض مباشر مكان x نحط 2، فما يصير عندي مثلا القسمة على 0 ولا 0 على 0 ولا أي شيء من القبيل. فنعوض تعويض مباشر، ونعرف إذا عوضنا تعويض مباشر مكان الإكس نحط 2، والناتج أيضا يساوي 5، والناتج نسميه أيضا. ولا زلنا في الشرط رقم 2 ليميت من اليمين هالمرة، واليمين راح يكون عندي الجزء الأسفل، وأيضا راح يكون تعويض مباشر، نخلي 2 مكان الإكس فيصير 7 - 2 وأيضا تساوي 5، ونسميها L2. وبما أن L1 يساوي L2، إذن النقطة الثانية متحققة، يعني الغاية من اليمين تساوي الغاية من اليسار، أو نقول الغاية موجودة، إذن النقطة الثانية متحققة. ويبقى عندنا النقطة الأخيرة، النقطة الثالثة من شروط الاستمرارية، وهي أنه لازم ما حصلنا عليه من النقطة 1 هو نفس ما حصلنا عليه من النقطة 2، وهذا الكلام واضح. ما حصلنا عليه من النقطة 1 هو 5، يعني اف اوف 2 هي 5، وليميت اف اوف اكس عندما اكس تقترب من 2 هي ايضا 5، اذا النقطة الثالثة متحققة. اذا الدالة مستمرة عند اكس تساوي 2. الجزء الاخر من السؤال يريد قابلية الاشتقاق، واحنا نعرف حتى تكون دالة قابلة للاشتقاق يجب ان تكون هاي الغاية موجودة. ولكي تكون قابلة للاشتقاق عند 2، فممكن انه مكان الاكس نحط 2. كيفك؟ طبعا الدالة هنا ايضا مجزأة، ننتبه ان الدالة مجزأة، فهذا لازم نطبقه مرتين، مرة بالجزء الاعلى من الدالة، مرة بالجزء الاسفل. كيف نبني نبدي؟ لكن لازم نطبق على الجزئين. طبعا الفرق هو تعريف الدالة فقط. فبالجزء الأعلى لاحظ هسه احنا بس عوضنا مكان الاكس خلينا 2، وطبعا طالب يقدر يكمل وبعدين بالأخير يعوض على كل، احنا مشينا على هاي الطريقة. إذا عندك طريقة ثانية أنه تكمل على الاكس وبعدين بالأخير تعوض عادي. زين، التعريف مال الدالة الجزء الأعلى هو اكس تربيع زائد 1، يعني الدالة تجيب الاكس تربعه وتضيف له 1. فإذا نفس الكلام نطبقه لهذا المقدار، راح الدالة طبقة طبعا نفس التعريف، راح تربعه وتضيف له 1، هذا ربعناه وضفنا له 1. وأف أوف 2 هي 5، عوض 2 تربيع 4 زائد 1 5 صار عندنا، وهذا أيضا نعرف شلون نتعامل وياه. هذا
راح نفتح التربيع هذا، راح يصير 4 مربع الأول زائد 2 في الأول الثاني زائد مربع الحد الثاني. وبعد الاختصارات فتحنا هذه، بعد الاختصارات طلعنا دلتا اكس عامل مشترك، وصار اختصارات عندي ايضا مرة ثانية. وبعدين نعوض تعويض مباشر بالليمت، فراح يصير عندي تساوي 4 ويساوي ايضا. هذا الجزء الاعلى. نجي هسه نطبق نفس التعريف على الجزء الاسفل، ونفس التعريف تماما لكن نطبقه بالجزء الاسفل. والجزء الاسفل هو 7 ناقص اكس، يعني اف اوف الاكس هي 7 ناقص اكس. اذا اف اوف هذا الشيء هو 7 ناقص هذا الشيء، 7 ناقص 2 زائد دلتا اكس ناقص اف اوف 2 اللي هي 5 حسبناها، هاي 2 حط 2 هنا، 7 ناقص 2 يساوي 5، هاي 5. وهنا نجي طبعا هاي الناقص تدخل على العمليتين، وعندي هنا 7 ويا الخمسة يصير موجب 2، وهي سالب 2 تروح، فيبقى عندي فقط ناقص دلتا اكس على دلتا اكس. وطبعا هذا ايضا ممكن انه نجري عملية اختصار بين هذا دلتا اكس وهي دلتا اكس، يبقى عندي سالب 1. اذا ليمت عندما دلتا اكس تقترب من صفر للناقص 1، ليمت الثابت يعني يساوي ناقص 1، ليمت الثابت هو الثابت. وطبعا لاحظ انه L1 لا يساوي L2، L1 لا يساوي L2. فماذا يعني هذا؟ يعني انه الدالة غير قابلة للاشتقاق عند F of X، عند X يساوي 2. اذا هي مستمرة مثل ما شفنا، لكن غير قابلة للاشتقاق.